القضية قضية مفتعلة، ليس أمام اللجنة هذا الخيار. لا نستطيع أن نقول كلجنة سنحيي كل دفاتير مصر جانبا ونكتب دستورا جديدا، وفي نفس الوقت ليس أمامنا دستور اسمه 2012 لكي نجري عليه تعديلات على مواد محددة. ما تم تقديمه للجنة الـ50 هو وثيقة جاءت كنتيجة لعمل لجنة الخبراء المكونة من 10 أعضاء، والتي نظرت في قانون 2012 الذي تم تعطيله، وأجرت ما رأته من تعديلات على هذا الدستور، وقدمت نتيجة عملها للجنة الـ50. إذا لجنة الـ50 لا تقوم بتعديل دستور 2012، وإنما بالنظر في الوثيقة الدستورية المقدمة من لجنة الـ10. هناك مادة في اللائحة تشير بشكل واضح، وهي المادة 14 في اللائحة التي أقرت بالأمس، تقول أنه يكون مشروع لجنة الخبراء الـ10 ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة، وخاصة دستور 23 و54 و71 و2012 المعطل وغيرها، محل نظر اللجنة عند وضع النصوص الدستورية. هذا النص يحدد علاقة لجنة الـ50 بدستور 2012، وكما يتضح من هذا النص ومن الوثيقة التي قدمت للجنة الـ50 لبحثها، أن دستور 2012 المعطل هو أحد المراجع، مثل دستور 71 ودستور 23 ودستور 54 الذي لم يقر ولم ينفذ. هذا هو التراث الدستوري المصري بإيجابياته وسلبياته، وهذا كله مرجع أساسي للجنة. أما الوثيقة التي تبحثها اللجنة فهي الوثيقة المقدمة من لجنة الـ10، والتي هي ليست دستور 2012 وإن اعتمدت على هذا الدستور. طيب، برضو يبقى السؤال، هل التعديلات التي ستقرأ على هذه الوثيقة تعديلات شاملة ستشمل كل بنود الوثيقة بحيث تصبح النتيجة دستور جديد، ولا هيتم التعديل على بعض المواد بعينها لكي تضاف لما عدلته لجنة سليمين؟ والقرار الجمهوري الذي أنشأ هذه اللجنة وحدد مهمتها في تعديل وثيقة لجنة الـ10 لم يحد أو يحدد المواد التي يتم تعديلها، وإنما اللجنة هي التي ستحدد هذه المواد. وقد ترى اللجنة أنها لن تعدل إلا عدد معين من المواد، وقد ترى أن عليها أن تعدل جميع المواد الواردة في هذه الوثيقة. الذي سيحدد هذا أو ذاك
هو عمل اللجان النوعية التي اختص كل منها بباب معين من أبواب الدستور. وقد ترى لجنة معينة أن التعديل المطلوب جوهري ويمس كل البنود المكلف بها، وقد ترى لجنة أخرى عكس ذلك. إنما حتى يعني بعيدا عن إلزام أو التنبؤ بما ستفعله كل لجنة، واضح وأعتقد أن أنتم لمستوا هذا، أن الاتجاه الغالب يرى بأن هناك تعديلات كثيرة سيتم إدخالها على الحقيقة وقبل أن ترفع لرئيس الجمهورية ليتخذ الإجراءات اللازمة لطرحها للاستفتاء العام. أيضا السؤال الثاني الذي سألني أحدكم عنه، هل ما سيقدم في الاستفتاء سيكون عدد من المواد التي عدلت سواء كان عددها كبير أو قليل، أم أنه سيتم تقديم الوثيقة بكاملها؟ احنا شفنا في تعديلات مارس 2010 انه الاستفتاء جرى على التعديلات فقط التي تمت على دستور 91، وتم الموافقة على هذه التعديلات بعينها، فصارت تعديلات على دستور 91. في حالة ما إذا تطرق التعديل إلى معظم قواعد الدستور، فالطبيعي والمنطقي أن نتوقع أن الوثيقة التي ستنتج عن هذه اللجنة ستقدم بالكامل للاستفتاء، وهذا يتيح للناخبين أن ينظروا إلى الوثيقة في تكاملها وأن يحكموا على الدستور برمته وليس بمادة أو مواد تم تعديلها.